لا تزال وقول تتواصل طبعا الطبعة الأولى لمهرجان صيف النجوم، طبعا في طبعتها الأولى التي عرفت حضور العديد من الفنانين الشباب الذين أحيوا مختلف الحفلات الفنية. شاب خلاص هو الآخر قدم لجمهور بجاية أجمل الوصلات الفنية على مدار ساعتين من الزمن. موفد تلفزيون النهار من بجاية طارق مغنم بعث بالتالي نتابع. السلام عليكم وبصورة تتواصل فعاليات الطبع الأولى لمهرجان صيف النجوم بالمسرح الروماني للقرية السياحية كابريتور ببجاية، أين كانت الأغنية الصيفية حاضرة بصوت الشاب خلاص الذي تفنن في تقديم أجمل أغاني. بليزير فوا نخدم لهنا سيتي بيان باسي مع فيك لو نوفو دالبوم دو خلاص راك شفتها قبيل كاع الوينك كاع واش من فايده زدت سمعت اليوم ان بو خلاص من اللي راهو ماشي غير في الستيل تاعو باللي مع دي رابور ناسيونال والانترناسيونال. الأجواء العائلية التي يصنعها المهرجان من خلال ما تجود به قريحة الفنانين لقي استحسانا وتجاوبا كبير من طرف العائلات الحاضرة وحتى الشباب الذين استمتعوا وتجاوبوا مع الشاب خلاص الذي أبى إلا أن يعيد ذكريات الزمن الجميل للأغنية الرايوية. الجو عائلي سي كالم سي تري بيان اورغانيزي والله الحمد لله صافي بليزير دو فوار لي جون هاك دون ترين سي ديفولي كاين دي سواري بزاف انتيك و جو بونس كو اليوم جا السهره شابه بزاف افيك شاب خلاص اوني رافي دو سيت سواري سي تري اغيابل سي اون سواري فاميليال دو توت فاسون سيتي ترو كول. مهرجان صيف النجوم فضاء مفتوح للعائلات والشباب الراغبين في الاستمتاع بعطلة مميزة، فلا تفوت الفرصة.